إذا نبدأ بأول خطوة بالدعم الحيوي المتقدم هي فتح الطريق الهوائي المتقدم. بندبر الطريق الهوائي في شغلات أساسية وفي شغلات ما نعتبرها ادفانسد متقدمة. الأمور اللي بتفتح الطريق الهوائي بشكل أساسي هي القنية الفموية أو القنية الأنفية، بالإضافة لسحب المفرزات اللي بتكون هي مغطية لنا مجال الرؤية ومغطية التنفس، وممكن تؤدي لنا أيضا للاختناق. دعم الطريق الهوائي المتقدم عبر الأنبوب الحنجري أو القناع الحنجري والأنبوب الرغامي، راح نتكلم عنه في بعض. لنحافظ على الطريق الهوائي مفتوح، نحن بداية إنه لازم نحرر الطريق الهوائي، لكن ما بإمكاننا دائما نضل حاطين إيدنا على رأس جبهة المريض أو على دقنه عشان نحرر الطريق الهوائي. لازم نبقي الطريق الهوائي مفتوح، خاصة إذا طول الإنعاش ومع الدوران العطفي من أول دقيقة. فلنحافظ عليه بطريقة سهلة، بنستخدم القنية الفموية البلعومية أو القنية الأنفية البلعومية. هاي القنية الفموية البلعومية بنحطها توصل لخلف اللسان، فبتمنعه من الارتداد للخلف، فبتمنع سد البلعوم الفموي. في إلى فتحة فبتسهلنا أيضا شفط المفرزات. ما في مانع أبدا نستخدم مع الأمبو والماسك لأنه هي سالكة للطريق الهوائي. بنستخدمها فقط عند المرضى الغير واعيين، أما إذا كان المريض واعي وعنده منعكس تهوع فممكن تؤدي إلى استنشاق، فننتبه إذا وضعنا القبة أو القنية الفموية البلعومية عند مريض صار عنده منعكس تهوع ما بنحطها. ليش؟ لأنه ممكن يستنشق المريض مفرزاته، وغالبا منعكس التهوع هو يعني بيتوافق مع الوعي، يعني وجود منعكس تهوع معناته المريض لساته في عنده شوية وعي. القنية الأنفية البلعومية بتحافظنا على فتح البلعوم الفموي، لكن هون عن طريق الأنف مسموحة لما بيكون في مرضى عندهم منعكس تهوع. نحن نفتح طريق الهوائي عبر القبة لكن لقينا منعكس تهوع فبننتقل للقنية الأنفية. طبعا لا يمكن استخدامها في حالات كسور قاعدة الجمجمة أو كسور الوجه لأنه يعني تكون هون البنى متأزية فممكن نأذيها بزيادة. نختار القياس المناسب للقبة القنية الفموية البلعومية. المسافة نحط القبة هيك بهي الطريقة، هي المسافة بين مركز القواطع العلوية يعني منتصف الشفة تقريبا وزاوية الفك أو يعني عند شحمة الأذن تقريبا. لازم ما تتجاوز هي المسافة، إذا تجاوزت معناتها كبيرة كثير، وإذا قلت عن هي المسافة معناتها ما راح توصل خلف اللسان. شلون بندخلها؟ أول شيء بندخلها بالمقلوب، ملاحظين هو رح تركب هي بهي الطريقة، شايفين الشكل تبعها، لذلك رح تجي هي ورا اللسان، لكن ما بندخلها بهي الطريقة. ليش؟ لأنه إذا دخلناها بالطريقة يعني الصحيحة رح ندفش اللسان لورا، أما لما بندخلها بطريقة مقلوبة مثل ما شايفين الانحناء للأعلى فما بندفش اللسان لأنه نحن نحن على سقف الحنك. لما نوصل لمنتصف المسافة بندور القبة ومندخلها خلف اللسان، رح نتدرب عليها إن شاء الله بالجزء العملي. القنية الأنفية البلعومية الإنبا، طبعا الاختيار المناسب للقياس هو يعني ممكن نستخدم بين مركز المنخر الأنفي وزاوية الفك على نفس الجانب أو بين المسافة بين زاوية الأنف وشحمة الأذن. لكن في طريقة أخرى للتخميم بشكل بسيط، نقارن إصبع يد المريض الصغيرة مع طول الإنبا. بندخلها هون عبر الأنف طبعاً، هالمرة بطريقة صحيحة يعني ما في داعي نقلبها، لأ هون ما بتأثر لأنه ما في لسان يرجع لورا. طبعاً نحط شوية مزلق وندخلها عبر الأنف لحد ما توصل لنهاية البلعوم الأنفي، طبعا ندفعها بدوتوف حتى ما نأذي المخاطية الأنفية. سحب المفرزات، إمتى بسحب مفرزات؟ لما يكون في عندنا دم، مفرزات قيء، مفرزات تنفسية. طبعا أنبوب سحب المفرزات يعني بندخله لمسافة مثل المسافة اللي استخدمناها بالقبة بين مركز القواطع وزاوية الفك أو شحمة الأذن. أفضل مكان لنسحب فيه المفرزات هو بالأخدود بين الأسنان وباطن الخد أو من خلال فتحة الفم في حال كانت المفرزات ظاهرة، ممكن المفرزات تكون طلعانة لبرا فبنسحبها مباشرة. طبعا انتبهوا أنه سحب المفرزات ممنوع أكثر من 10 ثواني،
انه ممكن يحرض المبهم، تعرفوا المبهم تاثيراته. اذا كان في عندنا قبه ممكن نسحب عبر القبه، اذا كان في عندنا انبوب رغامي فيما بعد رح نركبه بنسحب عبر الانبوب الرغامي. ننتقل لفتح الطريق الهوائي المتقدم، بدنا نستخدم القناع الحنجري او الانبوب الرغامي او الانبوب المريئي الرغامي. القناع الحنجري اللارينجيال ماسك الام اي، طبعا في بعض اللارينجيال ماسك في لها بالونه هيدا هي بتنتفخ بالاخير، وفي منهم بدون هذا الجزء اللي بينتفخ. الجزء جديد بسموه القناع الحنجري اي جيل، عباره عن ماده هلاميه جيل ما في حاجة للنفخ، وبصراحة يعني أبدت فئتها كبيرة لأنه يعني طرية جدا على الحنجرة ما بتحتاج لنفخ. القناع الحنجري سهل الإدخال، ممكن ندخله بشكل أعمى، ما في داعي لاستخدام لارينجو، ما في داعي لنشوف قدامنا إيش فيه. هو وين عم بيجي؟ عم بيجي بيسد لنا المري والمنطقة الخلفية من اللسان. فلما ندخله بمنطقة تقاطع المسلك الهضمي مع المسلك التنفسي، هون عندنا المسلك التنفسي وهون المسلك الهضمي، فبهذا التقاطع هي بتدخل بشكل أعمى، راح تدخل إجباري باتجاه المري والرغامة، فسدت لنا المنطقة العلوية وسدت لنا المنطقة السفلية. طبعا فأمنت لنا إغلاق بيضوي حول فتحة الحنجرة، فهون ننفخ إذا كانت هي من النوع اللي تحتاج نفخ، أو إذا ما كانت من النوع الآي جيل ما في داعي للنفخ أبدا. طبعاً بدها شوية مزلق لما راح ندخلها مشان تنزلق على الأسنان. شايفين الطريقة اللي مندخلها فيها؟ عم ندخلها بشكل أعمى، ما في داعي، ما عم نشوف قدامنا أبدا، بإصبعتين، وهي بتدخل لآخر هاي المنطقة، ومثل كأنه واحد كمش يعني ريشة رسم، ندفع نحو الأسفل والأمام بلطف على الخط الناصف، وبعد ما ننفخ البالون من سبته وننفخ يعني نعطي عبر الأنبوب الرغامي. الأسلوب الثاني لفتح الطريق الهوائي المتقدم هو الأنبوب الحنجري. صراحة أنبوب جديد تم يعني استحداثه مؤخراً، مثل ما احنا شايفين فيه بالونتين، سهل الاستخدام، يمكن استخدامه بشكل اعمى. لما مندخله بشكل اعمى مثل ما احنا شايفين فيه بالونتين، البالونه الاولى السفليه راح تغلق لنا فتحه المري، هي بتدخل مباشره على المري، والبالونه الثانيه راح تسد لنا ايش مخرج الفم. فهيك صار عندنا منطقة منفوخة البالونة من تحت على المري فراح ينسد المري، ومنفوخ البالونة بآخر اللسان فمسدود الطريق الهوائي. طب الهواء منين يجي؟ بده يجي من هون، يجي من الفتحات اللي صايرة بمنتصف المسافة بين البالونين. إذا بعد ما ندخل الأنبوب الرغامي هو مباشرة راح يروح على المري بشكل أعمى، بننفخ البالونات، طبعا بده مزلق ايضا، ننفخ البالونات يعني ومن هوي فبيدخل الهواء مباشره على الرغامه. طبعا له الوان مختلفه، هاي الالوان حسب طول الجسم، مثلا عندنا اللون البنفسجي اللي طوله فوق ال 180، واللون الاحمر اللي طوله تحت ال 180، وبيجي معها هي سيرنج. شايفين هذا السيرنج؟ هذا السيرنج بيجي مع كل انبوب رغامي او بيكون عندك موجود، بتنفخ انت حسب اللون، مثلا هذا اللون احمر بننفخ للون الاحمر، لون بنفسجي بننفخ للون البنفسجي، اصفر برتقالي اخضر الى اخره، بجوز حسب العمر. يعني نحن البالغين تقريبا هدول الرقمين مناسبات لكل المرضى، تحت ال 180 وفوق ال 180، ما في داعي لا يعني حفظ القياسات، فقط الطول واللون. ننتقل للتنبيب الرغامي اي تي تيوب اندوتريكيال تيوب، الانبوب الرغامي مثل ما احنا شايفينه له بالونه وهذا اللي بننفخ فيها، ومرقم مثل ما احنا شايفين لحديد 26، هذه الارقام كثير مهمه، وله قياس القطر هو مثلا 6.5 7.5 الى اخره. طبعا فيه هي القطعه الصغيره اللي بنوضع عليها الانبوب او المنفسه.
لا نفهم وين عم ندخل بالأنبوب الرغامي. نحن عم ندخل عبر الفم، بنعبر فتحة الفم فوق اللسان. إذا وصلنا لهي المنطقة باللارينجو راح نشوف في عنا المري بالخلف والحنجرة، وهذا في عنا لسان المزمار. طبعا لسان المزمار شايفينه هون، هذا هو الباليسولا. ونشوف من فتحة الحنجرة اللي فيها الحبال الصوتية، هذا الحبل الصوتي الأول وهذا الحبل الصوتي الثاني. هذا الميزة بيكون لونهم أبيض، هدول الحبال الصوتية بيكون لونهم أبيض. إذا هي فتحة الحنجرة ليش عرفناها؟ لأنه في حبال صوتية بتكون خلف تماما لسان المزمار. طبعا هون عم نطلع بهي المنطقة. إذا نزلنا شوي صرنا فعلا صرنا أخذنا لسان المزمار معنا، فشفنا الحنجرة تماما، صار لسان المزمار هون بالخلف، فبينت علينا الحبال الصوتية بشكل واضح، ويعني ممكن ندخل بشكل أوضح. المعدات اللي بتلزمنا للتنبيب، إذا اللي حكيناه بالأول الأنبوب الرغامي والأنبوب الرغامي عفوا المريء الرغامي والأنبوب الحنجري أو القناع الحنجري، هدول يعني ما في داعي للمعدات أبدا، بس بنستخدم مزلق. أما التنبيب فيحتاج عدة معدات، طبعا لازم يعني يكون في عنا أكسجين، وصلات أكسجين، لازم يكون عنا الأمبو نوصله على الأكسجين أيضا، لازم يكون عنا لارينجو ونصلات حنجرية متعددة، لأنه ممكن حسب يعني طول اللسان أو قصر الرقبة أو ممكن يكون أطفال إلى آخره. طبعا هذا الماسك ما في داعي له، لا إذا كنا نهوي قبل يعني قبل التنبيب الرغامي. وهي الأنابيب الرغامية قياسات مختلفة، ممكن يكون في عنا الأوبا والإمبا أو اللارينجال ماسك اللي ممكن نحتاجه إذا فشل معنا عملية التنبيب. مزلق ممكن نستخدمه، طبعا ممكن نستخدم البوجي. الله راح نشوف هذا البوجي شو هو. هو عبارة عن يعني أداة يعني بتسهلنا إدخال الأنبوب الرغامي، وإذا احتجنا عدة فغر الرغامي عند الحاجة هذا هو البوجي. أنا شايفه الجايد، بيسموه الجايد. طبعا السماعة طبعا مشان إذا نتأكد من وضع الأنبوب الرغامي بمكانه. شريط التثبيت، يعني نحن نستخدم شاش لكن في أشرطة التثبيت جاهزة. عنا لازمنا سيرنج 10 سي سي مشان ننفخ البالون، واحيانا نحتاج ملقط ماجي لادخال الانبوب الرغامي. طبعا سحب المفرزات ونبيب سحب المفرزات وبلس الاكسجه والاكسجين، اسطوانه الاكسجين مشان تساعدنا بتقييم الحاله. في عنا نصل نوعين من النصلات، نصله ميلر ونصله ماكنتوش. مثل ما احنا شايفين نصله ماكنتوش هي المائله اللي كلاتنا بنستخدمها، هي عادة بنحط اللارينجو خلف اللسان ووراء لسان المزمار، يعني بين اللسان العادي ولسان المزمار. أما نصلة ميلر هي نصلة مستقيمة مستخدمة عادة عند الأطفال، ويعني بناخذ فيها معنى اللسان المزمار، بناخده معنا يعني ما من حط اللارينجو بينات اللسان ولسان المزمار، لا هون بناخده معنا مباشرة. لاحظوا هون ما وضح أبدا لسان المزمار. أفضل وضعية للتنبيب هي وضعية الرأس قليلا إلى الأمام مع فرط بسط بسيط، يعني شايفين كل ما إذا كان المريض ما عمل فرط بسط فبيكون الرؤية صعبة، أما لما بيكون فرط بسط فبيكون الرؤية مباشرة تماما. يعني بيشبهوها مثل استنشاق هواء الصباح، لما بيفيق الصبح واحد وبياخذ نفس أو بيشرب كاسة مي، شربة مي. طبعا يفضل يعني إذا كان واحد ما بيحسن يرفع الرأس أو يبسط الرأس ممكن يحط وسادة أو أي بديل عنها تحت يعني الكتفين من أجل رفع الرأس. قبل التنبيب لازم نكون نحن يعني موفرين أكسجة كويسة، لأنه التنبيب يعني أحيانا بيطول فنبقي مريض بدون أكسجة، فننتبه أنه نعطي أكسجة كافية
عبر الأنبو يعني قبل يعني التنبيب، فيصير في عندنا شوية احتياطي أكسجين أثناء محاولة التنبيب. لنختار الأنبوب المناسب صراحة. نحن نحكي على البالغين هون بهي هذا التدريب. البالغين الذكور 7.5 لـ 8، الإناث 7 لـ 7.5، يعني انتبهوا الإناث شوي عندهم أقل بنص سنتي بالنسبة لعرض الأنبوب الرغامي. طبعا قبل المفروض نتأكد أن الأنبوب الرغامي شغال، ننفخ الأنبوب ونشوف البالون فيه شغال، لأنه إذا كان مو شغال فبيروح تعبنا كله على الفاضي، بيستنشق المريض وما بيوصل النفس على الحنجرة بشكل الشجرة التنفسية بشكل جيد. طبعا تقنية السبابة والإبهام عشان نفتح الفك، بكون المريض هون متشنج ممكن إذا توقف قلب، فبنفتح الفك بهي الطريقة، راح نتعلمها بالتدريب العملي. وهم ندخل نص المنظار الحنجري وهم نشوف الحبال الصوتية. هلا منزيل لسان المزمار طريق وضع نهاية المصلبة، وين نهاية المصلبة بين جزر اللسان ولسان المزمار، ومنضل ندخل الأنبوب الرغامي ضمن الحبال الصوتية اللي شفناها لنوصل لعمق. طبعا الأنبوب الرغامي له ترقيمات حكينا بالبداية، الترقيمة اللي بدها توصل عند الأسنان عند الذكور 22 لـ 24، الإناث أقصر شوي فللعشرين لـ 22 بتكفي. فإذا حفظتوا رقم 22 جيد، يعني 22 جيد للإناث والذكور، هي الرقم اللي راح نشوفه عند الأسنان. طبعا بننفخ 10 سي سي السيرنج، 10 سي سي ننفخ الكف وبنثبت بعدها الأنبوب بإيد ونوصل الأنبو على الأنبوب وبننفخ مقدار ثانية ونراقب هل ارتفع جدار الصدر أو لا. هلا ممكن يفشل عنا التنبيب لعدد أسباب، ممكن أحد الأسباب إنه ما شفنا الحنجرة بشكل جيد، دخلنا في المري أو ما وصلنا أو ما انتفخت الكفة معنا أو طلع الأنبوب الرغامي عاطل أو ما شفنا الطريق الهوائي بشكل جيد. حاول دائما لا تسمح بأكثر من 30 ثانية لأي محاولة تنبيب. في حال فشل التنبيب نخرج الأنبوب الرغامي وممكن يعني نرجع للأنبو أو ممكن نحط الأنبوب الحنجري اللي هو سهل يعني، لكن بيضل الأنبوب الرغامي هو الأفضل. إذا نعطي تهوية لتصير الأكسجة، نرجع نحسن الأكسجة فوق 95 ونرجع نعيد المحاولة. يعني أنبوب حنجري، لارينجال ماسك، أي شيء بديل سهل، وبنرجع نعيد المحاولة بعد 30 ثانية. إذا نوصل الأكسجة فوق 95 ونرجع نعيد المحاولة، وما بصير يطول معنا التنبيب أكثر من نص دقيقة. يعني في هون ألغوريزم مشان هذا الموضوع، بنحاول 30 ثانية، إذا ما شفنا حبال صوتية بشكل جيد ممكن نفحص وضعية الرأس، ممكن الرأس يكون مو أخذ الوضعية، ممكن نضغط شوي على الحنجرة فبنشوف الحبل الصوتي. إذا ما لنا شايفين الحبال الصوتية طبعا بنعمل محاولة ثانية بعد ما نعطي أكسجة جيدة، بنحاول نستخدم نصلة أطول، أحيانا نكون نصلة صغيرة فما نشوف الحبال الصوتية بشكل جيد، أو ممكن نستخدم البوجي. البوجي هلا رح نشوفه. إذا ما ضلينا ما لنا قادرين على رؤية الحبال الصوتية، خلاص ممكن نستخدم الأنبوب الحنجري، يعني اللي لارينجال تيوب اللي شفناه اللي له بالونتين. وإذا تحسنت الأكسجة فوق 95 بنعمل محاولة ثالثة، يعني صار محاولتين بنعمل محاولة ثالثة بعد ما يعني نستخدم الأنبوب الرغامي الحنجري عفوا. ممكن نستمر فيه حتى يعني، لأنه صار عندنا فشل 3 حالات. لكن إذا فشلنا بإدخال الأنبوب الحنجري أو ما حسنا نوصل الأكسجين أكثر من 80%، فالإجراء الإنقاذي إنه نفتح طريق هوائي جراحي، يعني نعمل فغر للرغام. في مناورة اسمها بيرب، مناورة بيرب لتساعدنا برؤية الحبال الصوتية بشكل جيد لما ما بنشوفها. هي عبارة عن ببساطة تحريك الحنجرة بضغطة باتجاه الخلف، شايفين رقم 1 باتجاه الخلف يعني لورا، بعدين باتجاه الأعلى بنكمشها هيك بإصبعتين ونرفعها نتفشها الخلف ونرفعها للأعلى، وبعدين بنجيبها من ناحية اليمين. نشوف الفيديو لأنه فيديو مميز جدا عن هذا هاي المناورة عفوا.
هلا دخلنا على دخلنا اللارينجو، شايفين عم نلاحظ انه ما لنا شايفين ابدا الحنجره، عم نشوف بس المريء قدامنا. فشو بعمل؟ طلعوا، حطيت ايدي على الحنجره، ضغطت للخلف، شوفوا باكورد للخلف، بينت شوي، لاحظين؟ هلا للاعلى، استاتي كيف شان الخلف، دفشت للاعلى، هلا بقى نجيبها شوي على اليمين، شايفين؟ وضحت تماما امامنا. راح اعيدها واكررها اثناء التنبيب الرغامي الغير واضح المعالم. عملت مشاهده الغضروف الحلقي للخلف، ثم الأعلى، ثم على اليمين شوي. ممكن حدا يساعدك، ممكن أنت نفسك تعملها بالإيد الثانية. البوجي أو بسموه الموسع المطاطي، هذا بستخدمه لما ما بنشوف الحبال الصوتية بشكل جيد، التنبيه بيكون صعب بعد المحاولة، فشل المحاولة الأولى. في بوجي بيكون يعني سميك. إيش فائدته هذا البوجي؟ البوجي بيعطيك شكل للأنبوب الرغامي، بيكون هيك شوي يعني خلينا نقول مرن، زي يسموه موسع مطاطي مرن. فلما بتدخل انت بتدخل الانبوب الرغامي بياخذ شكل معين، او ايش نحن هو كثير رفيع، فممكن ندخله على الرغامه بعدين نعبي فيه الانبوب الرغامي. يعني هذا بندخله على الرغامه لانه رفيع وبسيط جدا يعني بيدخل، لكن يعني هذا القطر ما بيعطي تهويه كافيه، لذلك ما بنستخدمه يعني. فهو يعني ما بنستخدم انابيب رغاميه بهذا القطر، فهي الفكره انه ليش ما نستخدم انابيب رغامية ضيقة؟ لا ما بنستخدمه لأنه ما بيعطي تهوية كافية. فبندخله على الرغامة بعدين بنعبي فيه الأنبوب الرغامي، فهيك نحن بنضمن إنه دخل لجوا. طبعاً مثل ما أنا شايفين هذا هو البوجي، نعقفه هيك يعني نطعجه عامية من الذروة ومنزلقه بشكل أعمى للخلف، وندخله على الرغامة. طبعا ممكن تأكد توضع البوجي بالرغامة بواسطة سماع التكات. فلما بندخله نحن على الرغامة، بتعرفوا الرغامة عبارة عن حلقات، فبتسمع صوت التكات أثناء عبور الحلقات الغضروفية. طبعا ممكن أثناء دورانه لليمين او اليسار لما بيدخل احد القصبتين كمان بيسمع صوت التكات، وطبعا بيوقف في الاخير عند تقريبا تدريجه 50 سنتي لانه بيكون وصل لنهايه الشجره القصبيه المسدود. فهذا يعني بياكد لنا انه نحن بالرغامه التكات الدوران والتوقف. اما لو كان بالمريء ما راح نسمع تكات، ما راح يدور لانه المريء هو عباره عن انبوب مستقيم ما راح يوقف، يعني لانه اذا طويل كثير المريء لا يوصل للمعده. تاكدنا انه هو بالرغامه من نسحب ندخل الانبوب الرغامي ضمن البوجي، وبس وصلت الانبوب الرغامي على الحبال الصوتيه واجتازه نسحب البوجي ونترك الانبوب الرغامي. تعالوا نشوف فيديو مشان الحكي ما يكون. هذا هو البوجي، عكفناه من الاعلى. أي رح ندخله الآن بشكل أعمى. طبعا آخر شيء رح ندخل فيه الأنبوب الرغامي. استخدام اللارينجوش نتأكد وين عم ندخله. إدخاله سهل لأنه هو رفيع جدا. وين راح يدخل؟ راح يدخل وراء لسان المزمار، رفيع جدا فبيدخل بسهولة. دخل، عرفنا وين محله، ثبتنا. هلا بنجيب الأنبوب الرغامي
دخلنا ابو برغامي شايفينه، هو بسهوله خلاص راح يروح مباشره. دخل ابو برغامي شلنا البوجي، شايفين؟ بس اعيد اخر حركه مشان تعرفوا شو اللي صار. بس دخل الانبوب الرغامي على الرغامة، انا وصلت لل 21 سحبت البوجي فورا خالص. 21 22 نفخنا البالون، ثبتنا، حطينا الانبو، بلشنا ننفخ وشفنا ارتفاع الصدر. طيب شو نتأكد انه الانبوب الرغامي موضوع بشكل صحيح؟ يعني بعد ما نحط الانبوب الرغامي احيانا كثير يكون تنبيبنا خطأ وداخلين بالمري. أول شيء بنسمع بالسماعة بثلاث جهات، ثلاث أماكن، نسمع الصدر الأيمن، نسمع الصدر الأيسر، ونسمع بالشرسوف. الله، إذا سمعنا أصوات الشرسوف فعلا نحن بالمري، يعني صوت قرقعة المعدة. فإذا الأنبوب صحيح معناتها ما راح نسمع بأصوات بالشرسوف. عم نسمع أصوات الصدر بالجهتين، لأنه أحيانا بننبب القصبة اليمنى لأنه هي يعني اكثر يعني زاويتها حاده وتتجه احيانا تقريبا بنفس المدى مع الرغامه. فلازم نسمع اصوات الصدر بالجهتين حتى نتاكد انه عم نعطي هواء للطرفين. وايضا نتاكد انه الانبوب صحيح بمراقبه ارتفاع الصدر بشكل ثنائي اثناء التهويه. طبعا نتاكد ايضا انه ضغط الانبوب صحيحه عند العمق المتفق عليه، اتفقنا 21 ل 22 عند الإناث و 22 23 عند الذكور. فإذا كان هذا الرقم وصلانه معناتها نحن عمقنا جيد، معناتها وضعية الأنبوب صحيحة. طبعا التبادل الغازي اللي بيصير عبر الرغامة بيطرح ثاني أكسيد الكربون، فراح نشوف شوية بخار ماء على الأنبوب الرغامي، فهذا دليل إنه فعلا في تبادل غازي ونحن ضمن الرغامه. لو كان ضمن المري ما راح تشوف هذا الغباش اللي بيظهر على الانبوب الرغامي. طبعا وعندنا الاليه الادق هي الكابينوغرافي اللي هو كاشف ثاني اكسيد الكربون. طبعا اكدنا الانبوب صحيح بعد ما نثبت الانبوب الرغامي بالرباط بعد التاكد منه. راح نحكي يلا على الكابينوغرافي، لكن اذا تاكدنا انه صحيح فبنثبت، ما بنثبت لبين ما نتاكد انه الأنبوب وضعيته صحيح. هذا هو الكابينوغرافي. في عندنا نوعين من الكابينوغرافي، في كابينوغرافي لوني المقصود فيه لوني، يعني بنحطه هذا على الأنبوب الرغامي، يعني بنوصله مع الأنبوب الرغامي وعلى الأنبو، فلما بصير في عندنا تبادل غازي بنطرح CO2. لما بنطرح CO2 بتحول لونه من البنفسجي إلى الأصفر، هذا الدليل إنه في عندنا طرح CO2. أو الكابينوغرافي جهاز ثاني هو جهاز موجي. صراحة معظم يعني المونيتورات الحديثة صار فيها كابينوغرافي، عبارة عن وصلة يعني تكة بتوصلها مع الوصلات البلس الأكسجي ولا النبض ولا إلى آخره. والكابينوغرافي عبارة عن وصلة بنوصل بهي المنطقة، شوفوا هي وصلة الكابينوغرافي، نوصلها على الأنبوب الرغامي. فهي مهمتها هي الكابينوغرافي إنه تقص لك السي أو 2 اللي عم يطلع من الأنبوب الرغامي، معناتها دليلها انه انت في عندك يعني كميه السي او 2 بتدلك انه في عندك تبادل غازي، في كميه معينه بتدلك انه التبادل الغازي جيد، انه الانبوب الرغامي بمحله، معناتها انعاشك جيد. طبعا مع الشكل الموجي، هذا الشكل الموجي هو مدى ارتفاع ثاني اكسيد الكربون. طيب اذا فقدت الكابينوغرافي، اول شيء باكد لنا موضع الانبوب الرغامي. ما زال في تبادل الاكسجين جيد، CO2 عم ينطرح كميه 35 ل 45، معناتها الانبوب الرغامي بمحله. الشاهد الثاني بيراقبنا جوده الانعاش، انا عم بعطي بناش المريض عم بمسد وبعطي التهويه، فاذا كانت كميه CO2 المطروحه جيده فانت معناتها انعاشك جيد. ولما فجاه بيصير بيعود الدوران العفوي، يعني بيرجع بيعيش المريض، بيصير الكابينوغرافي فبتطلع البي تي سي او 2 اي تي سي او 2 لمدى جيد. فممكن نحن بدون ما نطلع على المريض بدون ما نقيس النبض نعرف من خلال الكابينوغرافي انه عاد الدوران العفوي. رح اشرح هذا. اذا هي موجه الكابينوغرافي اللي بنشوفها على المونيتور. المجال الطبيعي للاي تي سي او 2 هو بين ال 35 وال 45، هذا معروف للجميع.
بيكفي للعشرين ملي متر زئبقي لنقول انه التمثيل كافي، لكن اذا شفنا الاي تي سي او 2 صفر ما في تبادل غازي، معناتها الانبوب الرغامي ما هو بمحله ابدا. طيب شوف هذا المثال، مراقبه الكابينوغرافي اثناء التنبيب، لاحظوا الخط الاول هو 12 ملي متر زئبقي، الخط الثاني 25 وصفر عندك 37 و50. الصفر معناتها الانبوب الرغامي ما هو بمحله، تمام؟ اي قبل عمليه التنبيب، شايفين وصلين احنا الكابينوغرافي لسه ما نببنا، فلساته صفر. جينا بلشنا التنبيب، وصل هيك بلشنا التنفيخ فوصل ال 37، بعدين رجع نزل ل تقريبا حدود ال 20، وهذا المطلوب معناتها نحن يعني تنبيبنا جيد. لاحظوا هون بلش ينزل الكابينوغرافي، صار تحت العشرة، فنحن إذا ما طلع فوق العشرين معناتها تهويتنا مي جيدة، فيبدو أنه صار في عندنا شوية خلل، مثلا طلع الأنبوب الرغامي من محله، أو ما عم نعطي تهوية بشكل كافي، أو إنعاشنا مو جيد، معناتها التمسيد مو جيد أو التهوية مي جيدة. هون هي مثال ثاني عن عودة الدوران العفوي، كان بيعطوا أنفاس مي جيدة، يعني هون الكابينوغرافي عم يسجل تقريبا تحت ال 12.5 يعني 10 تقريبا، رجع عطى واحد تعليمات انه يا شباب التمسيد مو جيد، رجعوا اعطوا تمسيد، فكان صار التمسيد جيد، وصل تقريبا لحدود ال 20. فجأة طلع بشكل عالي جدا الكابينوغرافي اي تي سي او 2 وصل لل 50، فهذا دلنا انه عاد الدوران العفوي، زياده مفاجئه بنسبه سي او 2 لحديت تقريبا ال 40 ملم زئبقي، فهذا دليل عوده الدوران العفوي. طيب ملاحظه، نحن نببنا رغامي ولكن صرنا نسمع بالصدر الايمن اكثر من الايسر مثلا، او الايسر اكثر من الايمن، معناتها نحن داخلين باحد القصب، فرغ الكف البالونه بنسحب 10 سم فبتفرغ، نسحب الانبوب لوراء 1 ل 2 سم، سحبه صغيره كثير بكون هو داخل بوحده من القصبتين، اذا سحبناه بيطلع على الرغامه، بنرجع بنحط الانبوب وبنتاكد ونحط جهاز الكابينوغرافي وبننفخ الكفه وبنثبت الانبوب ونتاكد انه صار تناظر بين الطرفين. طيب حكينا الموضوع انه الموافقه بين التمسيد والتنبيب، قلنا اول انعاش حيوي الاساسي كنا نعطي 30 2 30 تمسيده مقابل نفسين. طبعا لما بيصير في عندنا طريق متقدم انتبهوا انه يعني اثناء التنبيب المسعف الثاني عم يقوم بعمليه التمسيد الصدري، فلازم يعني ما يوقف عن تمسيد صدري الا اذا احتاج، يعني اللي عم يحط اللارينجو احيانا بيحتاج انه يتوقف مشان يحسن يحط اللارينجو بشكل صحيح، فممكن يوقف لكن ما يزيد عن 10 ثواني، لازم يكون جاهز كل المعدات بايده، ما ينتظر حدا يجيب له اياها، لانه اكيد ما راح يساعده المسعف الثاني مثلا بانه يوقف عن التمسيد لا يجيب له الانبوب الرغامي او الى اخره، فلازم يكون معدات كلها بمتناول اليد، بيحط الانبوب الرغامي بجهزه في ايده الاخرى وبيدخل نص المنظار الحنجري بالايد الثانيه، ممكن اذا يسري او يمني حسب الحاله، بس شاف الحبال الصوتيه بيقول له وقف عن التمسيد، بيدخل الانبوب الرغامي لازم ما ياخذ اكثر من 10 ثواني وبعدها بيستأنف التمسيد. طبعا وبصير هون التهويه بقى بالانبوب الرغامي، نفس كل 6 ثواني، كل 6 ثواني بيعد نفس بشكل مستمر ويعني بدون تناسق مع التمسيد، يعني التمسيد عم يشتغل لمده دقيقتين والانفاس كل 6 ثواني نفس. هلا في حال تعب واحد من المسعفين ممكن واحد يترك يعني ويروح على التهويه والثاني يروح على التمسيد كل دقيقتين كالعاده. وطبعا رح نحكي عن فريق الانعاش في تفاصيل اكبر.